بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. وهذه الحلقة اللي بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا عن ختام معسكر النادي الأهلي في النمسا. يمكن في هذه اللحظات الفريق بيستعد للعودة إلى القاهرة بعد فترة معسكر حوالي 10 أيام تخللوا مباراة ودية لعبت بالأمس وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. كمان عندنا تفاصيل عن قرعة كأس العالم للأندية اللي أجريت أيضا بالأمس في مدينة جدة، والتي أسفرت عن إقامة أول مباراة للأهلي يوم 15 ديسمبر مع الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي. صدقت توقعاتنا لما اتكلمنا على فكرة التحدي، إنك تحب تلعب مع الفرق المنافسة، الفريق صاحب الأرض، الجمهور، المنظم للبطولة اتحاد جدة السعودي. فبإذن الله نتمنى نشوف مباراة كبيرة جدا يوم 15-12، والأهلي هيعرف المنافس بتاعه بعد مباراة اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي. هنتكلم عن القرعة، مشوار الأهلي في البطولة، كمان النهاردة كمان هنتكلم على تفاصيل المباراة الودية، وهنتكلم على ختام معسكر النمسا. وكمان النهاردة عندي خبر مهم جدا متعلق بالقصص اللي بتكلم فيها بقالي فترة على موضوع القائمة الدولية للحكام. النهاردة هنطرح سؤال كمان على اتحاد الكورة، إمتى يتم الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام؟ هل في معاونة؟ هل في تلبية لكل طلبات بيريرا الخبير البرتغالي الذي يقود ملف التحكيم في الفترة الحالية؟ كل دي ملفات النهاردة هنتكلم فيها في برنامج الترند. الكواليس كتيرة والتفاصيل كتيرة، ولكن عشان وقت الحلقة بسرعة أبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، بما أن قرعة كأس العالم للأندية أجريت بالأمس في المملكة العربية السعودية، فعايزين نعرف رأي حضراتكم في القرعة وطريق الأهلي خلال فترة البطولة. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من وجهات نظركم ورأيكم في طريق الأهلي في البطولة والبداية اللي ممكن تكون مع اتحاد جدة السعودي. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته في معسكر النمسا. وكمان بعثة الفريق تعود اليوم إلى القاهرة. وأخيراً 24 ساعة حاسمة في مستقبل محمد صلاح. الجميل كمان واحنا بنتكلم على مستقبل محمد صلاح، هيكون الأمر مرتبط هل يقدر اتحاد جدة يحسم مسألة ضم صلاح قبل غلق باب القيد غداً، في ظل أن المواجهة المنتظرة لاتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية وارد بنسبة كبيرة تكون أمام فريق الأهلي المصري. حالة فيها تفاصيل كتيرة، ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة ختام معسكر النادي الأهلي في النمسا، يمكن على مدار 10 أيام من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر كانت فترة 10 أيام تدريبات يومية صباحية ومسائية، وتخللها محاضرات واجتماعات، وأيضا كمان مباراة ودية أقيمت بالأمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف. قبل ما أدخل في تفاصيل المباراة الودية ومين لاعب ومين شارك ومين أحرز الأهداف، وأكيد كلكم بالتأكيد امبارح طبعا كنتم مهتمين جدا بمعرفة تفاصيل كل هذه الموضوعات الخاصة بالمباراة، في ظل أنها المباراة الوحيدة اللي أقيمت في معسكر الإعداد، وكمان إن شاء الله يتخللها الفترة القادمة بإذن الله كمان مباراة ودية قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، كما هو محدد من قبل زي ما قلت لحضراتكم يوم 15/9 الساعة 9 بتوقيت القاهرة. قبل ما أخش في كل التفاصيل دي بقى، عايز أتكلم على نقطتين مهمين جدا. على مدار أكتر من حوالي شهر من قبل بداية فترة الإعداد والموسم الجديد، كنت دايما مهتم أشوف الأخبار المتعلقة بإصابات لاعبي الأهلي، لأن في نهاية الموسم كان عندك إصابة لخالد عبد الفتاح، وكان في إعلان لصفقة جديدة انضمت للأهلي زي إمام عاشور. وأخبار الصفقات تحديدا أو الإصابات تحديدا يعني كنت بهتم بتفاصيلها عشان تعرف أنت لما تبدأ الموسم مين أبرز اللعيبة اللي هتنضم، مين اللعيبة اللي ممكن ما تكونش متاحة في بداية الموسم، مين اللعيبة اللي ممكن هيعتمد عليها كولر في الفترة اللي جاية خاصة مع بدء فترة الإعداد. امبارح لما تبص على تشكيل الأهلي في المباراة الودية ولما تبص على التغييرات، لفت انتباهي حاجتين مهمين جدا: مشاركة خالد عبد الفتاح ومشاركة إمام عاشور. ليه تحديدا الاثنين دول هتكلم عليهم؟
لان كان كلام كتير بيتقال ان خالد عبد الفتاح الاصابه اللي تعرض لها في ختام الدوري، وقدامكم اهي صور من المباراه الوديه والتشكيل اللي بدا، الصوره الجماعيه مصطفى شوبير، احمد عبد القادر، محمود كهربا، حسين الشحات، معتز محمد، رامي ربيعه، محمد فخري، كريم ندفت، كريم الدبيس، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر. ده التشكيله اللي بدات مباراه الاهلي بالامس امام فريق ان كي المينيجي السوليفيني، وانتهت بفوز الاهلي 3-1. خالد عبد الفتاح شارك في جزء من المباراه، وخالد عبد الفتاح بيشارك في المباراه واحنا النهارده 5-9 او امبارح كان 5-9. يعني الناس لما قالت ان خالد عبد الفتاح هيرجع على اوائل شهر 10 ومش هيكون ليه دور في فتره الاعداد، الكلام ده ما حصلش. ادي مشاركه كمان لزعلوك وعدد من اللعيبه والاهداف اللي احرزت. ولكن خالد امبارح لعب يوم 5-9، وكانت الاخبار كلها بتتقال ان خالد هيرجع على اول شهر 10 وممكن الراجل ما يستفيدش بيه في فتره الاعداد. الجزء الثاني قدامكم هو على الشاشه، صلاح محسن بالتاكيد شارك وكان ليه دور كبير جدا، نتمنى له التوفيق. لكن كمان مشاركه امام عاشور. امام عاشور لعب؟ اه لعب. الله، يعني امام عاشور كان في كلام انه هيغيب عن بدايه الموسم مع الاهلي، لا ما غابش. يعني الراجل في فتره الاعداد بص عليه، اه يعني كان في اهتمام وكان في متابعه، والخبير النمساوي بص على امام عاشور وكريم فؤاد واكرم توفيق. ايوه، وادي صوره امام عاشور اهي من المباراه، لانه عمل امبارح اسيست وكان رائع جدا مع خالد عبد الفتاح. ادي الاثنين اللي بتكلم عليهم على فكره، امام عاشور وخالد عبد الفتاح. ودي اكتر اخبار لازم تكون فيها دقه، لانك بتتكلم مع الطبيب المعالج، يلحق ما يلحقش، مصاب يطول في التاهيل، بتبقى الحاجات دي ما فيهاش هزار يعني، يا اه يا لا، ما فيهاش تخمينات يعني، مش فكره ميعاد مباراه ممكن يتلعب او ما يتلعبش، صفقه ممكن تيجي ما تجيش، لكن موضوع الاصابات ده لازم تبقى حاجه رسميه. لكن الاثنين دول اتقال عليهم كلام كتير قوي، وانا حتى يعني خلاص وصلت لمرحله قلت الاثنين مش معانا في فتره الاعداد وممكن كمان مش هيبداوا الموسم مع الاهلي، ولكن الاثنين لعبوا امبارح، الاثنين شاركوا امبارح. امام عاشور كان في تخوف ان ممكن يغيب عن اول 4 شهور مع النادي الاهلي، ولكن امام لعب امبارح وشارك في المباراه الوديه، ومعنى ان هو شارك في المباراه الوديه يعني كمان فرص وجوده في لقاء السوبر الافريقي وارده بنسبه كبيره، طبقا بقى طبعا ليعني ايه اختيارات مارسيل كولر. فدي جزئيه كنت عايز ابدا فيها بها كلامي، لان نصيحتي لجماهير النادي الاهلي، الاخبار اللي زي دي تحديدا استنى تاخد المعلومه الرسميه من المصدر الرسمي اللي هو ايه، يا الموقع الرسمي يا قناه النادي الاهلي، غير كده اعتبرها يعني اجتهادات ليست معلومات رسميه او معلومات موثقه. تستنى يعني زي ما بيقول لك كده في المثل البلدي، اتقل على الرز لغايه لما يستوي. عارفين المثل البلدي الجميل ده؟ والنهارده على فكره أنا عندي امثله حلوه قوي، والنهارده الحلقه هيبقى فيها قفشات افلام كويسه قوي يعني، ولكن اتقل على الرز لغايه لما يستوي. اهو امام عاشور شارك في المباراه الوديه، تالق والتيشيرت باللون الاسود يعني شياكه جدا جدا جدا. عايز اقول لكم الالوانات والتيشيرتات بتاعت النادي الاهلي على السوشيال ميديا عامله يعني ردود فعل كبيره جدا، والناس مستنيه بس تنزل في المتجر الخاص ببيع التيشيرتات الخاصه بالنادي الاهلي، لان هيبقى الاقبال كبير جدا عليها خلال الفتره اللي جايه. فشاركوا والحمد لله اطمنا عليهم، واطمن مارسيل كولر على المجموعه اللي كانت موجوده معاه امبارح، في ظل ان في 10 لعيبه للاسف يعني ما كانوش موجود في المباراه الوديه وخرجوا من المعسكر عشان الاجنده الدوليه للمنتخبات خلال الساعات القادمه. طيب الاهلي كسب امبارح 3-1، قدم مستوى جيد على مدار شوطي المباراه، مارسيل كولر جرب عدد كبير جدا من اللعيبه، اطمأن على مدى جاهزيه الفريق من الناحيه البدنيه والفنيه. وعلى فكره المباراه كانت التقدم فيها للفريق السلوفيني، الاهلي اه في النهايه كسب 3-1، ولكن الفريق السلوفيني كان متقدم على الاهلي بهدف مقابل لا شيء. كهربا كان ليه ركله جزاء يعني حاول يحرزها، للاسف سددها خارج المرمى، ولكن قدر رامي ربيعه يحرز هدف التعادل، او كاد رامي ربيعه يسجل هدف التعادل للاهلي بعدما استقبل كره عرضيه لعبها براسه قويه، ولكن حارس المرمى قدر يتصدى ليها. كهربا احرز هدف التعادل، وفي الشوط الثاني مارسيل كولر دفع بمين بقى؟ بكريستو وصلاح محسن وامام عاشور ورضا سليم على حساب احمد عبد القادر ومحمود كهربا وقفشه وطاهر محمد طاهر. في تسديدات، في كرات عرضيه من كريستو، ولكن مع استمرار الشوط الثاني والنتيجه التعادل 1-1، كولر دفع بخالد عبد الفتاح وزعلوك بدلا من كريم نيدفيد وحسين الشحات. زعلوك احرز الهدف الثاني من كره عرضيه لخالد عبد الفتاح،
والهدف الثالث نجح صلاح محسن في تسجيله برأسية رائعة في الزاوية البعيدة لحارس الفريق السلوفيني، وكانت العرضية من النجم المغربي اللي هيعمل السنة دي موسم رائع في الضربات أو في الكرات العرضية، رضا سليم. لاعب مميز جدا، نتمنى له التوفيق، شارك في المباراة امبارح ونتمنى له التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. دي كواليس أو تفاصيل الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة الودية. ناس كتيرة كانت نفسها تتفرج على المباراة، ولكن حتى لو في ناس بتصور بالموبايل أو من الجماهير المهتمة والعاشقة للنادي الأهلي، ده جزء متعلق بتصوير الجماهير أو حاجات موجودة على السوشيال ميديا، ولكن إذاعة المباريات اللي زي دي من خلال الشاشة ممكن تكون بتدي للمنافس يعني فرصة أنه يعرف أبرز اللاعبين الجدد، إمكانياتهم إيه، طريقة لعبهم إزاي، الكلام ده كله. عشان كده كان امبارح في حرص طبقا لتعليمات الجهاز الفني إن اللقاء ما يتزعش. حدش يقول لي بقى أصل اللقاء يتزع عن طريق الجماهير والموبايلات، ده تصوير غير تصوير التلفزيون على فكرة، التصوير ده غير التصوير ده خالص. أنت بتطلع لأعلى منطقة وأعلى زاوية، بتاخد كادر كبير جدا عشان تقدر تصور بيه الملعب بالكامل، فهنا بتبقى الأمور الفنية بتبقى أوضح للفرق المنافسة. في المقابل خدوا بالكم، اتحاد العاصمة الجزائري ما لعبش أي مباراة رسمية لغاية دلوقتي، وعمل أكتر من حوالي 10-11 صفقة جديدة، فالفريق اللي انت هتواجهه مع عبد الحق بن شيخة مش شرط أن يكون هو الفريق اللي لعب نهائي الكونفدراليشن كاب مع يانج أفريكانز، وبالتالي لسه في مناورات أكيد هتتم خلال الفترة اللي جاية في ظل أن كل فريق عامل تدعيمات وممكن يدخل بتشكيلة جديدة في لقاء السوبر. فدي أبرز الكواليس المتعلقة بمباراة امبارح. النادي الأهلي النهاردة اختتم معسكر النمسا بتدريب صباحي. النهاردة كان في مران صباحي للفريق، وكان تدريب خفيف طبعا بالنسبة للاعبين، وبعدها على طول بعد التمرين بساعة كل بقى استعد لحزم الحقائب والتوجه إلى المطار استعدادا للسفر. ويمكن في اللحظات دي أنا بتكلم معكم فريق حاليا في الطيارة خلاص يعني بيستعد للإقلاع والعودة إلى القاهرة بإذن الله. في الغالب هيكون بكرة وبعده أجازة، وهي لقطات هي دلوقتي من مطار فيينا في النمسا لعدد من لاعبي النادي الأهلي، وطبعا صورة مع الجالية المصرية في النمسا أكرم توفيق. الكل طبعا بالتأكيد بيستعد، كريم فؤاد الكل بيستعد للعودة إلى القاهرة، وأفشة مع طاقم الطائرة وأكرم توفيق وكريم الدبيس وياسر إبراهيم. ياسر طبعا ما شاركش امبارح يمكن تعرض كده لإصابة خفيفة، أيضا محمود متولي تعرض لإصابة خفيفة، فالاثنين ما كانوش موجودين في المباراة الودية بالأمس. لكن دي لقطات من مطار فيينا قبل دقائق قليلة جدا لتحرك الفريق إن شاء الله والعودة إلى القاهرة. في الغالب طبعا يعني بكرة وبعده هيكونوا أجازة، وهيبقى في استعدادات من يوم 9/9 لمباراة اتحاد العاصمة. وارد جدا إن كولر يتفق على مباراة ودية عشان تبقى المباراة الختامية قبل السفر. صلاح محسن شارك في مباراة امبارح، عمل مباراة جيدة جدا، هدف مميز أحرزه كان الهدف الثالث، ونتمنى التوفيق يا رب لصلاح محسن ويستغل الفرصة العظيمة اللي جات له السنة دي إنه هيشتغل مع مدرب كبير زي مارسيل كولر. دكتور تامر أبو العنين عنده بقى الفترة الجاية عنده استعداد بقى لتحضير وتجهيز وتأهيل ياسر إبراهيم، حمود متولي، عمرو السولية، إن شاء الله نطمن على كل اللعيبة. كريستو موجود، معتز، زعلوك، إن شاء الله في عدد من قطاع الناشئين الفترة الجاية بإذن الله هيكونوا موجودين مع الفريق الأول. طيب لقطات هي معانا، دي لقطات حصرية من مطار فيينا لكواليس الفريق قبل العودة إن شاء الله. يمكن الطيارة بعد دقائق قليلة جدا بإذن الله هتكون بتستعد للعودة للقاهرة. يمكن الرحلة حوالي ساعتين ونص، فنقدر نقول ممكن الرحلة توصل القاهرة على الساعة 7:30 أو 8 مساء اليوم على أقصى تقدير. كريم نيدفيد لعيب كان واجه تحديات كبيرة، فربنا يكرمه إن شاء الله الموسم ده بعد العودة من تجربة إعارة كان في فيوتشر خلال السنتين اللي فاتوا. كابتن سمير عدلي عنده ملف مهم جدا، مسألة سفر ديانج وتاو من جنوب إفريقيا أو حتى من مالي عشان يستعدوا للانضمام للنادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. يعني رحلة السفر ساعتها اللي هتكون من كوت ديفوار، لأن ساعتها منتخب مالي عنده مباراة في أبيجان، كمان بيرسيتاو مباراة في جنوب إفريقيا، فرحلات السفر والطيران من أقصى الجنوب إلى شرق قارة آسيا بتبقى صعبة جدا، فنتمنى إن شاء الله التوفيق في حجز رحلات الطيران لبيرسيتاو وأليو ديانج عشان يكونوا موجودين مع الأهلي في الموعد وقت وصول الفريق إن شاء الله إلى النمسا خلال الفترة اللي جاي. بنستعرض معاكم طبعا كواليس عودة الفريق إلى النمسا إن شاء الله عشان
يبدا بقى الفريق يحضر للفتره اللي جايه وازاي يبدا يستعد لمباراه اتحاد العاصمه الجزائري. وبدات بقى الايميلات والاتصالات مع الجانب الاتحاد الافريقي عشان التحضير للقاء السوبر باذن الله يوم 15/9 الساعه 9 على استاد الملك فهد. عايز اتكلم كمان ان الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا انه يهدي درع وعلم الاهلي لسفير مصر في النمسا. والكابتن محمود الخطيب وجه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق اللي اختتم اليوم في النمسا. قدامكم على الشاشة هذه اللقطات الخاصة والحصرية. ويمكن الكابتن محمود الخطيب رغم الحالة الصحية وبنتمنى له يا رب ألف سلامة، ويمكن النهاردة أكيد هيغادر إلى باريس، تعرض كده يمكن لخبطة في الجيم، ونتمنى لك السلامة يا كابتن محمود الخطيب. لكن في ظل ده كان حريص كمان انه يقوم بكل التفاصيل اللي كانت موجودة ومحددة في برنامج المعسكر. زار سفير مصر في النمسا، اهدى درع وعلم النادي، وزي ما انتم شايفين طبعا وهو بيلتقي مع سفير مصر في النمسا السفير محمد الملا. شايفين طبعا الشبكة اللي موجودة على رأس الكابتن نتيجة طبعا الإصابة اللي تعرض لها، وكان حريص جدا انه يكون موجود كمان في المباراة الودية اللي أقيمت بالأمس. على هامش الزيارة الكابتن محمود الخطيب كان حريص أنه يهدي سفير مصر السفير محمد الملا الدرع وعلم النادي تقديرا للدور الكبير الذي قامت به طاقم السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة إقامتها في النمسا وتسهيل مهمة الفريق في معسكر الإعداد. السفير المصري محمد الملا يمكن حرص كمان على دعم ومساندة الأهلي طوال فترة وجود الفريق في النمسا، وكان حريص كمان امبارح لما شفناه في المباراه الوديه اللي اقيمت ما بين الاهلي مع الفريق السلوفيني واللي انتهت بفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف. التيشيرت الجديد لطاقم السفاره والسفير المصري محمد الملا، درع وعلم النادي، وتوقيع الكابتن محمود الخطيب بيبو، توقيعه على التيشيرت طبعا باسمه وبيبو. وفوات كتيره كمان بشوف الكابتن بيوقع برقم 10، رقم تيشيرت الكابتن محمود الخطيب. ألف مليون سلام عليك يا كابتن، والحمد لله انتهى المعسكر على خير، وبإذن الله نطمئن على الكابتن كمان في الرحلة العلاجية اللي هيقوم بيها ابتداء من اليوم في باريس خلال الفترة اللي جاية. وكل الشكر لطاقم السفارة المصرية في النمسا على المجهودات الكبيرة. في أي مكان النادي الأهلي بيسافر في أي دولة، سواء دولة إفريقية دولة أوروبية، حتى لو مسافر لأقصى دولة حول العالم الولايات المتحدة الأمريكية، بنشوف اهتمام كبير جدا من الطاقم الدبلوماسي في كل السفارات المصرية. بصراحة بتقوم بمجهود كبير جدا لمعاونة النادي الأهلي أو أي حتى فريق مصري أو حتى منتخبنا الوطني في كل رحلاته الخارجية. دي كانت تفاصيل لها علاقة بتدريب الفريق، معسكر الفريق، عودة الفريق والمباراة الودية. طيب حاجة تانية نتكلم عليها وملف تاني متعلق بقرعة كأس العالم للأندية. وإحنا أول امبارح، احنا امبارح ما كناش معاكم عشان طبعا كان في مباراه مهمه جدا في دوري الشباب مواليد 2005، بنبارك لهم في الانطلاقه والفوز على بلديه المحله بنتيجه كبيره وعريضه. على فكره النتيجه دي لا تعبر عن ان فريق بلديه المحله فريق ضعيف، فريق قوي جدا، ولكن الاهلي مواليد 2005 السنه دي بيمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، فكانت النتيجه ثقيله وكبيره، الفوز ب 8 اهداف على بلديه المحله. ولكن نرجع للقرعه، انا من يومين قلت اتمنى نواجه اتحاد جده السعودي، وحتى من اسبوعين لما جبنا مواعيد البطوله قبل الفيفا ما يعلنها قلت اتمنى تكون المباراه الاولى للاهلي يوم 15/12 امام اتحاد جده السعودي. بالفعل القرعه اتعملت امبارح وقدامكم اهي على الشاشه جدول المباريات. يوم 12/12 مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي، الفائز منهم هيلاعب الاهلي يوم 15/12 الساعه 9 بتوقيت مكه المكرمه. مباراه الاهلي مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي هتكون يوم 15/12 الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة في مدينة جدة. الأهلي على فكرة يكون هو صاحب الملعب والمباراة، فهيرتدي الزي الرسمي والزي الأساسي. المباراة الأخرى كلوب ليون، فريق ليون بطل المكسيك بطل الكونكاكاف، هيواجه بطل آسيا أراوا ريد ديمونز البطل اليابان. طيب في مواجهات تانية في الدور نصف النهائي، الفائز من الأهلي مع الفائز من أوكلاند سيتي واتحاد جدة هيلعب يوم 18 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية، الفريق ده هيتحدد لسه يوم 4 نوفمبر. في المقابل الفريق المكسيكي الفريق الياباني الفائز منهم هيلاعب مانشستر سيتي يوم 19/12. ده جدول
المباريات. نتمنى بقى الفترة الجاية، ودي رسالتي للجمهور الأهلي، ولسه لغاية دلوقتي طبعا أنا مش عارف الفيفا هيتعامل إزاي مع حجز التذاكر، ولكن الجزئية دي كنا دايما بنعاني منها قبل كده لما كنا بنتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي أو نهائي مرحلة الدور نصف النهائي، يا إما نواجه بطل أمريكا الجنوبية أو بطل أوروبا. فكان بيتقال دايما إيه؟ أصل بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا عارف أول مباراة فجمهوره بيحجز التذاكر، ولكن الفرق اللي هتواجههم مش عارفة هي تأهلت أو مش هتتأهل، فكان الجمهور ما بيحجزش التذاكر. لعل وعسى أنت ممكن تحجز، لا قدر الله فريقك يخرج، فالمباراة بالنسبة لك مش هتبقى ليها أي قيمة. المرة دي الأهلي هيبدأ 15/12، لا جماهير اتحاد جدة ولا جماهير أوكلاند سيتي عارفين هل حد فيهم هيكسب وضامن المباراة ولا لا. طبعا بالتاريخ بالأرقام بالإنجازات بالصفقات اتحاد جدة هو المرشح الأول بنسبة كبيرة جدا، ولكن وارد أوكلاند سيتي يعمل مفاجأة ويلاعب الأهلي. فجمهور الأهلي مستني حجز التذاكر، بحيث أنه مجرد ما يتم طرح التذاكر عدد كبير جدا من الجماهير المصرية تحجز عشان تحضر هذه المباراة. وإحنا عارفين أن الفيفا ما بيقسمش عدد الجماهير في الملعب، فنتمنى مبكرة من دلوقتي الفيفا يطرح التذاكر عشان تقدر الجماهير الحريصة أنها تحضر المباراة، ونشوف جماهير مصرية وجماهير أهلوية كتير إن شاء الله في مباراة اتحاد جدة، زي ما شفنا المفاجآت اللي حصلت في نصف نهائي البطولات اللي فاتت لما كنا بنلعب بطل أوروبا ريال مدريد، الملعب كله وانت في المغرب جماهير بتشجع الريال. لما رحت الإمارات كأس العالم قبل الماضية بتلاعب فريق برازيلي في نصف النهائي، الجماهير البرازيلية يمكن مكتسحة أكتر من 80-90% من المدرجات. كانت ساعتها حجة الفيفا أصلاً طرحت التذاكر، فالجماهير دي عارفة أنها هتلعب يوم كذا فحجزت. فالمرة دي 15/12 الأهلي جاهز، يلا نطلع بقى باللينك التذاكر ونقدر نحجز عشان جمهورنا يحضر مبكرا بإذن الله، ويكون فيه حضور جماهير كبير جدا لجماهير النادي الأهلي. وربنا يوفق يا رب النادي الأهلي في هذه البطولة اللي هتبقى بطولة صعبة جدا. أنا كنت أتمنى بعد اتحاد جدة يبقى فيه مواجهة مع مانشستر سيتي، أنت هتبدأ بنونو سانتو تروح بقى للبيب جوارديولا، عارف أنت المواجهات وأنت بتلعب الفرق اللي معاها مدربين كان لهم صولات وجولات في الدوري الإنجليزي. ولكن يعني نعدي الأول موقعة اتحاد جدة، ولسه عندنا مواجهة مع بطل أمريكا الجنوبية، يا إما فريق برازيلي يا إما فريق أرجنتيني، لسه مباريات نصف النهائي والنهائي، لكن يوم 4 نوفمبر هنعرف مين بطل أمريكا الجنوبية. آخر ملف قبل ما أطلع لفاصل، وما إن إحنا بنتكلم في قفشات الأفلام، واتكلمنا النهاردة على موضوع أو هنتكلم النهاردة على موضوع القائمة الدولية للحكام، وكل حلقة لما بطلع ببقى مستني كده دليل مادي آجي بيه لحضراتكم عشان أقول لكم بصوا إحنا قلنا إيه. لما بشرح ده عشان الناس في اتحاد الكرة وفي لجنة الحكام يبقوا عارفين اللي احنا هدفنا نوصل معلومة صحيحة، لا هدفنا شخصي ولا هدفنا اللي احنا بندافع عن النادي الاهلي سواء في الحق او الباطل. احنا هدفنا والله تطوير منظومة التحكيم زي ما النادي الاهلي بيعلن في كل بياناته الرسمية او في كل خطاباته الرسمية اللي بيتم ارسالها لاتحاد الكرة، تطوير منظومة التحكيم. من اوائل الامور اللي ممكن يبقى ليها دور في تطوير منظومة التحكيم القائمة الدولية بتاعتك. لازم القائمة الدولية تبقى معمولة بنسبة 100% سليمة وصحيحة عشان تحافظ على الكوتة المتعلقة بحكامك لما يتم الاستدعاء ليهم في مباريات الكاف أو حتى في الفيفا. أنا بقالي فترة بتكلم على القائمة الدولية وبتكلم على عدد من أسماء الحكام بشكل مباشر، وبقول في كل مرة الدليل المادي بتاعي إيه. آخر مرة طلعت بالدليل المادي وقلت لكم ساعتها كان انفراد لينا من حكام لقاء السوبر الإفريقي، وقلت لكم وقتها إن اللي هيدير تقنية الفيديو حكمة من موريشيوس لأول مرة اسمها ماريا ريفيد. ماريا ريفيد، طيب ماريا ريفيد وصورتكم هي الصورة بتاعتها هي على الشاشة، وكنا استعرضنا طبعا اختيارها لتقنية الفيديو. وقلنا وقتها وأنا بتكلم على ماريا ريفيد قلت ليه الكاف والفيفا، حتى كان في نقاش كده مع أحد الحكام الدوليين الكبار اللي كان رئيس لجنة في اتحاد الكرة من فترة، قال لي هو يفضل ان اللي يكون معاه اشاره الملعب يكون معاه اشاره الفار وليس يجب، على حسب ان الفكره لو يجب دي يبقى لازم يتبعت بيها خطاب رسمي عشان تبقى معايير للقائمه الدوليه. فقال لي يفضل، ولكن اللي يفضل يا كابتن دلوقتي اصبح بقى شيء رسمي، اتبعت بقى ما اتبعتش دي قصه تانية ليها علاقه بالفيفا والكاف مع الاتحادات الوطنيه، ولكن انا معلوماتي اللي قلتها في الملف ده كانت صحيحه بنسبه 100%. ليه بقى؟ ماريا ريفيت حكمت موريشيوس اللي هتكون على تقنيه الفيديو مع الحكم الجابوني اللي هيدير المباراة النهاردة هي حكمت فيديو. النهاردة الاتحاد الافريقي اداها مباراة مهمة جدا في تصفيات دوري ابطال افريقيا للسيدات في منطقة الكثافة،
في منطقة جنوب ووسط أفريقيا. النهاردة هتدي المباراة ما بين بطل بتسوانا مع بطل موزمبيق. الناس ممكن ما تهتمش بالتفاصيل دي على فكرة، بس احنا بنأكد لحضراتكم لما بنتكلم على معلومة في فكرة اللي معاه شارة الملعب لازم يكون معاه شارة الفار عشان اختيارك للبطولات يبقى متاح بنسبة توصل ل 100%، لازم اللجنة المحلية عندك تساعدك في ده. فالنهاردة هو مثل رسمي بأكده لحضراتكم، لولا بس ان ما ينفعش اطلع الخطابات الرسمية في مسألة تعيين المباريات كنت عملت ده، لكن انا عارف حفاظا على سرية التعيينات يعني فمش هطلع مستندات. فماريا ريفيت النهاردة عندها مباراة مهمة في تصفيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات في منطقة الكسافة، وبعد 10 أيام هتكون موجودة في السعودية. النهاردة هي بتحكم حكم صفارة، بعد 10 أيام هتكون موجودة في السعودية عشان تدير تقنية الفار في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، والمساعد ليها الإيفار هيكون الحكم المغربي عادل زوراك. بالمناسبة كمان الماتش على فكرة احنا عارفين في حكم مساحة، الحكم الجابوني معاه 2 مساعدين، واحد من الجابون وواحد من الكاميرون وحكم رابع. في حكم إضافي من السودان كابتن محمد عبد الله، حكم إضافي مع الحكم الرابع. يعني المباراة دي هنشوف فيها 2 حكام قاعدين على البنش دكة التغييرات اللي هي فيها تغييرات أو رفع عدد الدقائق في الوقت بدل الضايع، هيكون فيه 2 حكام على فكرة. فتم إضافة حكم سوداني في هذه المباراة مع الحكام اللي هيكونوا موجودين في الملعب. ده ياخدني بقى لسكة تانية وموضوع تاني. ما أنا لما باجي معايا دليل مادي ببقى مش هقول مبسوط من انفراد أو معلومة أنا قلتها، ولكن أنا بدلل على المعلومات اللي بقولها بتفاصيل رسمية بيتم اتخاذها في الساعات الأخيرة. وأنا عارف طبعاً محدش في اللجنة يهتم أو في اتحاد الكرة يشوف الكاف بيشتغل إزاي أو الفيفا بيشتغل إزاي، ولكن إحنا دورنا الإعلامي نحاول نثقف الناس نوصل لهم المعلومة الصحيحة. فاكرين المسلسل الجميل بتاع محمد صبحي سنبل؟ في مشهد كده كان جميل داخل خناقه، انا موضوع القائمه الدوليه بالنسبه لي مش هقول خناقه بس انا داخل كده ايه بقلب جامد. محمد صبحي وقتها كان قال، الفنان العظيم محمد صبحي كان قال وقتها لمحمود القلعاوي خش برجالتك يا فرج. فانا النهارده داخل ايه مش برجالتي، انا داخل بمعلوماتي. ايه هي المعلومات؟ قلت لكم من كام يوم برضو في نفس الفكره شاره الملعب وشاره الفار. النهارده وانا بتكلم على فكره القائمه الدوليه وقلت محمد عادل عنده كاس امم افريقيا في كوت ديفوار، ودي معلومه انا قلتها لان انا واثق منها. النهاردة الاتحاد الإفريقي بيسند أهم مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ونقدر نقول ده نهاية مبكر ما بين النجم الساحلي التونسي والجيش الملكي المغربي يوم 16/9 في سوسة. مين اللي هيدير هذه المباراة؟ الكابتن محمد عادل. تاني، مباراة النجم الساحلي التونسي والجيش الملكي المغربي يا جماعة ده نهاية مبكر على فكرة. تخيل النهائي الماتش ده بيتلعب دور تمهيدي في دوري أبطال إفريقيا، ده المفروض يبقى نهائي يا إما دوري أبطال يا إما كونفدرالية، فرقتين لهم شعبية كبيرة. مين اللي هيتم أو مين الحكم اللي تم اختياره لإدارة المباراة؟ الكابتن محمد عادل. ليه؟ لأنه عنده مباراة كمان مهمة جدا في تصفيات إفريقيا يوم السبت اللي جاي ما بين موزمبيق وبنين على بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية. يعني مباراتين في ظرف 10 أيام، 6/9 أو 8/9، 8/9 أو 9/9، وماتش تاني يوم 19/9، في ظرف اسبوع عنده مباراتين مهمين جدا وحاسمين. ده يدل على شيء، بيدل على ايه؟ ان الاتحاد الافريقي وضع ثقه كبيره جدا في حكم مصر في الفتره دي، وبالتالي الحكم ده معلوماتي اللي قلتها قبل كده عنده كاس امم. فنصيحتي للجنه بلاش تتعامل في القائمه الدوليه بحسابات المراحل السنيه، لان الكاف هيتدخل تاني ويبعت لك ايميل. واكبر دليل التعيينات اللي بتحصل في الساعات الاخيره. عارفين يعني ايه حكم مصري زي محمد عادل ياخد ماتش النجم الساحلي والجيش الملكي؟ ده معناه ان الراجل في تفكير واستراتيجيه اللجنه عشان كاس الامم الافريقيه. فاحنا لما بنقول معلومه للناس بنقولها مجرده من اي وجهه نظر، رغم ان احنا هنا اكتر الناس اللي هاجمنا محمد عادل في فتره من الفترات، ولكن مصلحه التحكيم المصري تقتضي ان في كاس الامم عندنا مش اقل من 7 حكام، فحافظ على السبعه، اديهم الشاره بشكل قوي بحيث ان حكامك يكونوا موجودين في الاحداث الكبيره. ده رسالتنا للمسؤولين عشان مصلحة التحكيم اللي احنا بنتكلم عليها واللي الأهلي بيتكلم عليها عشان تطوير المنظومة. آخر حاجة في إطار تطوير المنظومة، الأسبوع اللي فات انفردت بتشكيل لجنة الحكام وقلت من مصادرنا إن تشكيل اللجنة فيه بريرا رئيسا للجنة، كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة كابتن حمد القاضي، كابتن مجدي رزق، كابتن أحمد أبو العيلة، وغالبا هو هيكون مدير اللجنة، ومعاه وجهين جديدين في اللجنة، كابتن احمد الجرحي والكابتن احمد ساهر. انا قلت التشكيل من هنا واتحاد الكره ضرب غطس.
ليه؟ كان هيعلن التشكيل الأسبوع اللي فات، لغاية اللحظة دي لم يعلن التشكيل، ومحدش عارف الاتحاد اجتمع ولا ما اجتمعش. عارفين لما حد يضرب غطس وما تعرفش هو راح فين؟ هو ده اللي حصل دلوقتي. يا جماعة فين التشكيل؟ محدش قال التشكيل. طب ليه ضربوا غطس وما علموش التشكيل؟ لأن أنا كشفت تفصيلة صغيرة ممكن تكون عدت على حد، هفترض حسن النية. ليه؟ قلت يا جماعة مع كامل التقدير واحترام الكابتن أحمد ساهر، حكم كان مساعد مميز جدا، وحاليا حسب معلوماتي أنه كمان مدير كرة في أحد الأندية للكرة النسائية، دي جزئية تانية ليها علاقة بقى بفكرة أنه ينفع ولا ما ينفعش، بس أنا اتكلمت بجزئية ليها علاقة بالشفافية. ما أنا دايما بحب أتكلم على موضوع لوائح الفيفا، لما أتكلم على الشفافية والنزاهة الرياضية دي مهمة جدا في مسألة التعيينات. لما تجيب حكم لازم تعرف الهيستوري بتاعه، ليه علاقة بالأندية ولا ملوش علاقة بالأندية، شغال في أحد الأندية ولا لأ، هل هناك درجة أولى من القرابة أو درجة تانية بحد مثلا شغال في قناة نادي أو شغال في نادي. الأمور دي مهمة جدا على فكرة في التعيينات بره في الاتحاد الدولي تحديدا. فأنا قلت وقتها الكابتن أحمد ساهر شقيقه أخوه، وهو حد صديق عزيز، وهو احنا علاقتنا بالناس كلها الحمد لله علاقة مميزة جدا، ولكن احنا بنتكلم على فكرة يعني ايه منع للحساسية. ما ينفعش تحط عضو لجنة حكام يكون أخوه شغال مقدم برامج في قناة نادي منافس، لما يجي يحط هو تعيينات الحكام. والكابتن أحمد ساهر المفروض كمان هو مكلف بملف التعيينات، هيعين حكام ازاي في مباريات فرق بتنافس بعض وأخوه بيعمل في إعلام أو منظومة إعلامية للفريق اللي بيلعب في الدوري العام ومنافس في الدوري العام؟ أكيد يعني منع للإحراج بلاش. أنا قلت المعلومة من هنا، فأنا مستني بقى يعلنوا التشكيل، ضربوا غطس وما علنوش التشكيل. فأتمنى لو تدركتوا الموقف هيبقى شيء كويس جدا، ما عندناش مشكلة تقولوا التشكيل الجديد، وتقولوا بريرا عايز يشتغل ازاي وعايز يعمل ايه، عايز يصنف الحكام الناس تدعمه في القرار، عايز يحط حكام في الدوري الممتاز بس اللي هم كانوا موجودين في معسكر النخبة او معسكر القائمة الدولية، اهلا بيه، لسه هنتفرج وهندعمه في كل افكاره وفي كل شغل اللي عايز يعمله، في الاخر هنقيم شغله نجح ولا فشل، في حد بيحاول يفشله مش هنستنى عليه، يعني احنا على طول انتوا عارفيننا بنتكلم بكل صراحة، هنرد وهنرد على فكرة بأسانيد، ما بنردش احنا بنقولش كلام في الهواء. فأتمنى الفترة الجاية ان اتحاد الكرة كده ياخد نفس ويعمل اجتماع ويعلن تشكيل لجنة الحكام، واحنا كمان هناخد نفس ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف اخر اخبار الترند. تفاصيل كتيرة النهاردة موجودة في السوشيال ميديا، نطلع نتابع آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وبسرعة نشوف آخر أخبار الترند، والبداية هتكون من ترند الأهلي. حساب كرة بلاس بيتكلموا على وصول الأهلي للقاهرة مساء اليوم بعد انتهاء معسكر النمسا. يمكن في هذه اللحظات أنا بتكلم معكم، الفريق حاليا في الطيارة بيستعد للتحرك والإقلاع إلى القاهرة، ولكن كرة بلاس قال الأهلي يصل مساء اليوم حوالي الساعة 9 بعد انتهاء المعسكر الخارجي للفريق في النمسا. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي، عمل معسكر نتمنى يا رب يكون نموذجي، وفي مباراة ودية بنسبة كبيرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة. طيب نروح لحساب في الجول، وبيتكلموا على الظهور الأول لإمام عاشور ورضا سليم بقميص الأهلي. يمكن دي أول لقطة لإمام عاشور ورضا سليم في مباراة الأهلي سواء الودية أو الرسمية. إمام عاشور برقم 22، إمام عاشور هيكون مع النادي الأهلي في هذا الموسم برقم 22، نتمنى لك التوفيق يا رب بإذن الله. يا جماعة طبعا فكرة الأرقام البعض بيعتبرها عبء على النجوم، لو كان 22 كان أبو تريكة، 10 نرجع لورا شوية من أيام كابتن محمود الخطيب، وليد صلاح الدين، عدد من النجوم، فالأرقام أحيانا بتبقى عبء، ولكن نتمنى أن يكون تحدي أنك تظهر و تشارك مع النادي الأهلي بشكل رائع جدا وتظهر إمكانياتك. إمام لعيب مميز جدا، نتمنى له التوفيق وربنا يبعد عنه شر الإصابات يا رب. حساب إمام عاشور كمان وهو موجود بزي النادي الأهلي وبيتي شورت النادي الأهلي مزين برقم 22، كتب على حسابه على إنستجرام: أول ماتش ليا بعد 4 شهور إصابة، يمكن أصعب 4 شهور في حياتي، أحب أشكر كل الناس اللي تعبت معايا ودعموني خلال فترة إصابتي، شكرا على جهدكم معايا، الحمد لله على سلامتك،
نتمنى لك التوفيق يا رب في الموسم الحالي يا إمام، وإن شاء الله بداية موفقة مع النادي الأهلي. طيب الوطن سبورت كمان بيتكلموا على أن إمام عاشور بيقترب من المشاركة في السوبر المعسكر والسولية السبب. يعني بيقولوا أن معسكر الأهلي في النمسا كانت فرصة أن إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية، الطبيب النمساوي يدي موافقة على مشاركة اللاعب في المباريات الودية، وبالتالي المعسكر كانت فرصة لإمام أن يكون موجود مع الأهلي بشكل رسمي. وكمان فكرة أن السولية إصابته مش هتسمح بوجوده في ماتش السوبر، ده هيعزز من فكرة تواجد إمام عاشور مع أليو ديانج ومع باقي اللاعبين في خط الوسط، كمان في ظل أن كمان ديانج ممكن يلحق مباراة السوبر أو يوصل للفريق في السعودية قبل ميعاد المباراة ب 48 ساعة أو 24 ساعة. طيب النهاردة الاتحاد الإفريقي أعلن من خلال حسابه حساب كأس السوبر الإفريقي، ده البوستر الملصق الدعائي الرسمي لكأس السوبر الإفريقي 2023. الأهلي اتحاد العاصمة نراكم في الطائف، المباراة هتتلعب في استاد الملك فهد في الطائف بالمملكة العربية السعودية يوم 15/9 الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة اللي هو نفس التوقيت القاهرة في التوقيت الصيفي. ده البوستر الخاص بالمباراة، أي حد عايز يحط البوستر المباراة هيكون ده البوستر الرسمي اللي اعتمده الاتحاد الإفريقي. وعلى فكرة الاتحاد الإفريقي وضع نجمة على شعار اليسمى، شعار اتحاد العاصمة الجزائري، في المقابل طبعا شعار النادي الأهلي مزين بعدد من النجوم لأن فيه كمان 11 بطولة دوري أبطال إفريقيا بخلاف الأربع النجوم اللي فوق اللي لهم علاقة طبعا ببطولات الدوري المحلية. فرق كبير جدا في التاريخ، ولكن الملعب لا يعترف بمثل هذه التفاصيل. حساب اليوم السابع بيقول ان في جلسات خاصه بين كولر ورضا سليم في الاهلي قبل الموسم الجديد من غير ما اعرف السبب. كولر من خلال تصريحات اللعيبه يبدو ان هو من المدربين اللي بيحب يقرب قوي قوي من تفاصيل التفاصيل في حياه كل لاعب، مش التفاصيل الفنيه بس، لا الاتموسفير، الحياه اليوميه، بتعيش يومك ازاي، بتصحى امتى، بعد التدريب بتعمل ايه، بتاكل ايه بالليل، كل الحاجات دي. فرضا سليم وجه جديد، كولر محتاج يقرب منه اكتر، يعرف دماغه بتفكر ازاي، الفكره مش تكتيك وطريقه لعب ولعيب هينزل يعمل كره عرضيه، لا لا لا، الكره دلوقتي بقت فيها تفاصيل كتيره خالص. نتمنى التوفيق لرضا وان كولر يقدر يعمل نتائج مميزه السنه دي مع الاهلي زي السنه اللي فاتت. حساب سبورت 360 مصريه بيقولوا حسب موقع تركي اسمه فاناتيك قالوا ان اليو ديانج لاعب خط الوسط في النادي الاهلي احد المرشحين للانضمام لنادي فنربخشة التركي. بصوا يا جماعه على مواعيد القيد وشوفوا الاهلي هيستعد ازاي، وانتوا اكيد مش هتكتبوا اي حاجه من التفاصيل دي في الوقت ده. كرة بلس فتح ملف بدري شويه عليه، قالوا الاهلي سيطالب يعني مش طلب، في فرق طبعا هنا، خدوا بالكم المعنى ده مهم جدا في اللغه العربيه. الاهلي سيطالب يعني لسه في نيه التفكير انه يطالب، ولكن لم يطلب بشكل رسمي حضور الساعه الكامله في مباراه سيمبا التنزاني. ومصدر في الاهلي قال لكرة بلس والعقده هنا على كرة بلس إن إدارة الأهلي تنوي التحرك مبكراً للمطالبة بحضور الساعة الكاملة في مباراة سيمبا التنزاني ببطولة الدوري الأفريقي التي يشارك فيها لأول مرة. لسه بدري على التفاصيل دي لأن في حاجات كتيرة النادي الأهلي بيحاول لسه يعرفها خلال الساعات اللي جاية، ولسه المباراة يوم 24/10 في القاهرة. طيب خبر متعلق بياسر إبراهيم في ملعب القاهرة 24، بيقولوا الإصابة سبب غياب ياسر إبراهيم عن ودية ألمويتي، الفريق السلوفيني اللي لعب مع الأهلي بالأمس واللي فاز عليه 3-1. نتمنى يا رب تكون إصابة بسيطة. ياسر ومتولي ما كانوش موجودين في مباراة امبارح. امبارح الأهلي لعب بمعتز محمد ورامي ربيعة لأن محمد عبد المنعم مع منتخبنا الوطني، فنتمنى يا رب بإذن الله يكون الفريق مكتمل الصفوف في لقاء السوبر. كرة 11 بعد إعلان القيمة التسويقية للفريق الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية وانفراد مانشستر سيتي بالصدارة بفارق كبير، هنا بيتكلموا على القيمة السوقية لكل نادي، فبيقولوا إن الأهلي يحتل مركز مفاجئ بعد اتحاد جدة السعودي. طيب نبص مع بعض كده، مانشستر سيتي بيتصدر قائمة الأندية ذات القيمة التسويقية الأعلى في بطولة كأس العالم. القيمة التسويقية للمان سيتي 1,180,000,000 يورو، في حين احتل اتحاد جدة السعودي المركز الثاني بقيمة تسويقية 118 مليون يورو. طبعا بعد الصفقات الاخيره وكريم بنزيما فالقيمه التسويقيه لاتحاد جده وصل ل 118 مليون يورو. يلي نادي ليون المكسيكي في المركز الثالث بقيمه تسويقيه تصل ل 38.5 مليون يورو. النادي الاهلي في المركز الرابع بقيمه تسويقيه 30 مليون يورو متفوقا على بطل اليابان.
طيب أوكلاند سيتي في المركز الأخير 5 مليون يورو. لسه طبعا هننتظر موقف فريق بطل أمريكا الجنوبية لما يتحدد يوم 4 نوفمبر، ممكن الترتيب بتاعه يبقى الثالث والأهلي الرابع، أو العكس يبقى هو الخامس بعد الأهلي الرابع. نروح للمشاركات وعايزين نعرف رأيكم في قرعة كأس العالم للأندية وطريق الأهلي. أستاذ هاني بيقول إن شاء الله قرعة كأس العالم للأندية مبشرة بالخير، والأهلي دايما بيكون مستعد كما عودنا، وإحنا منتظرين مشاركة قوية تليق بنادي القرن وبطل القارة، والجميع يعلم جيدا من هو النادي الأهلي صاحب الإنجازات وأكثر مشاركة بالبطولة العالمية. كل التوفيق لنادي القرن. أستاذ محمد جاد بيقول الفريق البطل مثل الأهلي لا يهاب من في طريقه، ولكن الفرق الكامنة في طريقه هي التي تهابه. الأسد البطل لا يخشى أحد، ولكن عليه الحذر الحذر من الغرور، فلا بد من الاستعداد الجيد حتى نصل لمبتغانا إن شاء الله الأهلي في النهائي. أستاذ صلاح بيقول بالنسبة لي زي ما كنت بتمنى بالظبط إننا نبعد عن بطل أوروبا في نصف النهائي، وده الحمد لله حصل، ودي آخر فرصة لنا نوصل النهائي قبل تغيير النظام. طريق الأهلي صعب بس الأهلي قادر إنه يوصل النهائي إن شاء الله الميدالية الفضية. آخر حاجة سريعا بجري في التعليقات، سامح علي بيقول متفائل جدا بالنسخة دي، حاسس إن الحلم يقترب، أوكلاند والاتحاد أو حتى بطل أمريكا الجنوبية ليسوا بالمستحيل، في المتناول بالعزيمة والروح. الأهلي إحنا قد التحدي، نتقابل 22 ديسمبر في النهائي إن شاء الله بالدم والروح، الكاس مش هيروح، أهلاوي أنا والفخر ليه. دي كانت أبرز تعليقات الجماهير على سؤال حلقة النهاردة أو وجهة نظرهم في قرعة الأهلي في كأس العالم للأندية. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد في نهاية الأسبوع على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في بداية الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.